بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم في إحدى ورش العمل المقدمة لمراكز دعم المنشآت بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي ستناقش الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%. معانا الضيوف الأستاذ عبد الله العنزي، مشرف تطبيق في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، وكذلك الأستاذة عفاف الفيفي، مشرفة في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، أستاذ عفاف، نرحب فيكم اليوم. أتفضلوا وأعطونا المعلومات والأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%. لكم المعلومات. حياك الله أستاذ محمد، شكرا على التقديم. بسم الله. بنتكلم إن شاء الله اليوم على دليل الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15% اعتبار من 1 يوليو 2020. كيف يتم التعامل مع العقود المبرمة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟ مختصر أو قواعد كيفية التعامل، وكيف يتم التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟ أيضا نأخذ فيها القواعد والأمثلة. بالنسبة للأشياء مهمة وردت في هذه المرحلة الانتقالية، تاريخ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15% 1 يوليو 2020. النسبة راح تكون إن شاء الله 15% ابتداء من 1 يوليو 2020. تاريخ صدور القرار، تاريخ بداية الأحكام الانتقالية، هذا التاريخ هو الفاصل للمرحلة الانتقالية من قبل أو إجراءات تطبيق 5% أو إجراءات تطبيق أيضا 15%. التاريخ هذا هو الفاصل اللي هو 11 مايو 2020. هذا هو اللي راح يفصل إن شاء الله في القواعد وآلية العمل على ضريبة القيمة المضافة أو إصدار فاتورة ب 5% أو 15%. بالنسبة للمرحلة الانتقالية لها بداية فترة، أكيد في نهاية فترة لهذه المرحلة وهي 30 يونيو 2021 إذا تم تطبيق 5%، آخر موعد لها لتطبيقها إلى 30 يونيو 2021. توريدات المستمرة، التوريدات التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ 1 يوليو 2020 وأيضاً جزئياً بعد هذا التاريخ. عندنا الآن العقود، عندنا بالنسبة للمنشأة التجارية مسجلة في ضريبة القيمة المضافة مع جهة حكومية، نأخذ كيفية التعامل مع هذه الإجراءات بين الجهات المسجلة كضريبة قيمة مضافة ومع جهة حكومية، وأيضاً بين منشأتين تجارية كيفية بعد التعامل على النسبة والمرحلة الانتقالية. نبدأ الآن في منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة ومع جهة حكومية. إذا كان التعاقد قبل 11 مايو، قبل هذا التاريخ الإعلان أو تاريخ الإعلان على النسبة الجديدة 11 مايو، وكان العقد المبرم قبل هذا التاريخ، سوف نطبق نسبة 5% حتى انتهاء العقد أو تجديد العقد أو حلول 30 يونيو 2021 اللي هو انتهاء فترة المرحلة الانتقالية إلى النسبة الجديدة. إذا كان توقيع العقد قبل 11 مايو تطبق نسبة 5% حتى تاريخ هذا العقد أو تجديد هذا العقد أو تاريخ نهاية 30 يونيو 2021. هذا بالنسبة للإجراءات التي قبل الإعلان عن نسبة الضريبة الجديدة. بالنسبة للتعاقد في الفترة المحصورة بين 11 مايو 2020 و 30 يونيو 2020، إذا تم التعاقد خلال الفترة هذه تقريبا 51 يوم، إذا تم التعاقد في هذه الفترة تطبق نسبة 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020، وأيضا تطبق النسبة 15% من بداية 1 يوليو على التوريد الفعلي للعقد أو العقد المبرم بين المنشأة والجهة الحكومية. هذه قاعدتين مهمة. إذا كان التعاقد قبل 11 مايو تطبق 5% لمدة سنة إلى 2021، وإذا تم التعاقد بعد تاريخ الإعلان عن النسبة الجديدة 15% خلال فترة 11 مايو إلى 30 يونيو 2020،
تطبق على التوريدات الفعلية إلى 30 يونيو 2020 بنسبة 5% كما هو متعارف عليها الآن، وبالنسبة للنسبة الجديدة اللي هي راح تكون في 1 يوليو 2020 بنسبة 15% سيتم أيضا التوريد فعليا على هذا النسبة الجديدة. هنا عندنا مثال بالنسبة للتعاقد قبل 11 مايو 2020. تطبق الضريبة بنسبة 5% حتى تاريخ انتهاء أو تجديد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021. مثال تعاقدت شركة لتوريد أجهزة حاسب آلي مع جهة حكومية في 15 يناير 2020. هنا تاريخ التعاقد كم؟ 15 يناير. قبل التعاقد اللي هو قبل تاريخ الإعلان قبل النسبة الجديدة، قبل ما تم الإعلان عن النسبة الضريبية وهو تاريخ 11 مايو، هنا يعتبر هذا قبل، فيطبق عليها إيش؟ 5% حتى انتهاء العقد أو تجديد أو حلول 30 يونيو 2021 أيهما أسبق. لتوريد، نرجع للمثال، لتوريد أجهزة بقيمة 500 ألف ريال مع ضريبة القيمة المضافة 5% بقيمة 25 ألف ريال، على أن يتم تسليم الأجهزة على مراحل وتنتهي آخر مرحلة في شهر أغسطس 2020. هنا تحتسب الضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% دون زيادة، وذلك لأن التعاقد كان قبل 11 مايو 2020. طيب، هنا في عندنا مثال محصور بعد تاريخ الإعلان وهو بين 11 مايو إلى 30 يونيو 2020. إذا تعاقد في هذه الفترة خلال 51 يوم تقريبي تكون النسبة 5% على التوريد الفعلي قبل نهاية 30 يونيو 2020، وأيضا تطبق النسبة 15 بعد تاريخ اللي هو 1/7 اللي هو بداية تطبيق النسبة الجديدة أيضا على التوريد فعليا. في مثال هنا تعاقدت شركة توريدات أدوات مكتبية مع جهة حكومية بتاريخ 15 مايو، هنا نلاحظ 15 مايو بعد 11 مايو 2020 لعمل توريدات لها بقيمة 50 ألف ريال مع ضريبة القيمة المضافة 5% بقيمة 2500 ريال على أن يتم تسليم البضاعة في 15 يونيو 2020. طيب، تحتسب الضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% دون زيادة، ولذلك لأن التوريد البضاعة فعليا تم توريدها قبل نهاية 30 يونيو 2020، فهذه راح تكون 5% اوريدي، الى ان الضريبه مطبقه الى 30 يونيو 2020 5%. طيب، هنا المثال الثاني نفس القاعده اللي هو راح يكون بين الفتره المحصوره بين 11 مايو 2020 وايضا 30 يونيو. اذا تعاقدوا شركه مثلا او منشاه تجاريه مع جهه حكوميه خلال هذه الفتره 51 يوم تطبق 5% على التوريد الفعلي حتى 30 يونيو و15% بعد 1/7 على ايضا التوريد الفعلي. هنا في مثال تعاقدت مؤسسه خاصه مع جهه حكوميه في تاريخ 17 مايو لتوريد اجهزه طابعات لها بقيمه 150 الف ريال مع ضريبه القيمه المضافه 5% بقيمه 7500 ريال على ان يتم تسليم البضاعه في شهر سبتمبر 2020. هنا نلاحظ ان في عقد بعد 11 مايو، وايضا نلاحظ ان تطبقت على حسب النسبه المطبقه الان 5%، لكن في المرحله الانتقاليه راح تطبق نسبتين، التوريد الفعلي على قبل 30 يونيو راح يكون عليه 5% وواحد سبعة بيكون عليه 15%. نرجع للمثال، هنا يتم احتساب قيمه ضريبه القيمه المضافه بنسبه 15% بمبلغ 22500، ويجب على المؤسسه اصدار فاتوره ضريبيه بالضريبه المستحقه بالزياده، وذلك لان التعاقد تم بعد 11 مايو وتسليم الأجهزة أيضا تم توريدها فعليا تم في بعد 1 يوليو 2020 وهو تم في شهر سبتمبر 2020. القاعدة الثانية الآن بين منشأتين مسجلات في ضريبة القيمة المضافة، الأول كان بين منشأة تجارية مع جهة حكومية، الآن بين منشأتين مسجلة في ضريبة القيمة المضافة. هنا في التعاقد قبل 11 مايو قبل الإعلان، إذا تم التعاقد قبل الإعلان اللي هو 11 مايو والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020، وأيضا في شرط هنا للعميل خصم حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، فيطبق نسبة 5% حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول 30 يونيو. هنا نلاحظ الفرق بين الجهتين الحكومية، شرط في خصم ضريبة المدخلات كاملة. طيب، بالنسبة للقاعدة الثانية اللي هو التعاقد خلال الفترة المحصورة في 51 يوم تقريبا 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020، إذا تم التعاقد بهذه النسبة تطبق 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية
30 يونيو 2020، وايضا تطبق الضريبه بنسبه 15 اذا تم التوريد فعليا في او بعد 1 يوليو 2020. هنا نلاحظ ان القاعده المحصوره بين 11 مايو 2020 و 30 يونيو 2020 بين منشاتين مسجله في الضريبه ومنشاه مسجله في الضريبه مع جهه حكوميه نفسها نفس التطبيق 5% الى 30 يونيو و 15% بعد 1 يوليو 2020، لكن الاختلاف هو قبل التعاقد. اذا كان قبل 11 مايو في هذه المنشاتين والعميل لديه حق الخصم ضريبه المدخلات يستثنى لمده سنه اللي هو 5% اذا كان العقد طويل الى بعد 3 أو 4 سنوات، فايهما اسبق بالنسبه للانتهاء او تجديد العقد او حلو. ناخذ امثله للتوضيح هذه القواعد. التعاقد قبل 11 مايو 2020، اذا تم التعاقد قبل 11 مايو والتوريدات مستمره الى ما بعد 1 يوليو 2020 وللعميل حق خصم ضريبه المدخلات بالكامله، هنا تطبق 5% حتى تاريخ العقد انتهائه او تجديد اذا جدد بند او بنود موجوده في العقد. هنا معروف او معلوم الى العام انه والله في نسبه جديده فيتم انتهاء هذا العقد او حلول 30 يونيو 2021. في مثال تم التعاقد بين شركتين لتوريد مواد بناء في فبراير 2020 بمبلغ 300,000 ريال وضريبة القيمة المضافة 5%، مبلغ 15,000 ريال ويمتد مدة العقد لعام كامل، ويتم تسليم البضائع على مراحل خلال هذه الفترة. تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% حتى تاريخ انتهاء العقد أو تجديده. ممتاز، هذا بالنسبة للحق خصم ضريبة المدخلات قبل 11 مايو. طيب هنا للقاعدة الثانية بين 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020، إذا تم التعاقد خلال هذه الفترة تطبق نسبة الضريبة 5% على التوريد الفعلي قبل نهاية 30 يونيو وتطبق أيضا 15% على التوريد الفعلي في أو بعد 1 يوليو 2020. في مثال هنا تم التعاقد بين شركتين لتوريد مواد خام في 20 مايو، هنا 20 مايو بعد تاريخ الإعلان اللي هو 11 مايو تطبق عليها القاعدة الثانية بمبلغ 180,000 ريال وضريبة القيمة المضافة حسب ما تم الاتفاق فيه 5% بمبلغ 9,000 ريال، ويمتد العقد لمدة سنتين ويتم تسليم البضائع على مراحل خلال فترة العقد. تم تسليم جزء من البضائع في شهر يونيو 2020 بقيمة 40,000 ريال وباقي البضائع سيتم تسليمها بعد 1 يوليو 2020. ممتاز، تحتسب الضريبة بنسبة 5% على التوريدات التي تمت قبل نهاية يونيو بضريبة مستحقة 2,000 ريال. ال2,000 ريال هذه حسبت 5% على 40 لأنها طبقت أو نفذت فعليا هذا التوريد في شهر يونيو 2020 وهو شهر يطبق فيه النسبة 5%، وباقي ما تبقى من هذا العقد تحتسب الضريبة بنسبة 15% على الجزء الذي سيتم توريده بعد 1 يوليو 2020 بضريبة مستحقة بقيمة 21,000 ريال. طيب هنا نتكلم عن الفواتير الضريبية. الفاتورة المصدرة قبل 11 مايو 2020 والفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري والفاتورة الضريبية المحصورة بين تاريخ 11 مايو 2020 وحتى تاريخ 30 يونيو 2020. هذه القواعد سوف نتطرق لها الآن. ما يخص فاتورة قبل 11 مايو، إذا تم إصدار فاتورة ضريبية قبل هذا التاريخ وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو تطبق النسبة 5% وذلك على التوريد بشرط أن يتم التوريد قبل نهاية 30 يونيو 2021 ميلادي. القاعدة الثانية، الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو إلى تاريخ 30 يونيو 2020 وتم إصدار الفاتورة بين هذا التاريخ أو بين هذه المدة المحصورة بين التاريخين تطبق نسبة الضريبة 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020 وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو. طيب هنا في عندنا مثال على فاتورة قبل 11 مايو 2020، تم إصدار فاتورة بمبلغ مثلا 100,000 ريال وتم تنفيذها في يونيو، هي تطبق 5%، لكن هنا في القاعدة أنه تم إصدار فاتورة ضريبية قبل 11 مايو 2020 وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو تطبق هنا النسبة 5%، ذلك على
توريد بشرط أن يتم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو 2021. طيب إذا في مثال هنا، إذا مثلاً تم شراء سيارة بقيمة 80,000 ريال في مارس 2020 والضريبة 5% حسب ما هو مطبق في هذا الوقت 4,000 ريال، وتم إصدار فاتورة ضريبية في نفس التاريخ بكامل قيمة السيارة، على أن يتم تسليم السيارة في شهر أغسطس 2020، هنا تحتسب الضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% دون زيادة، وذلك لأن الفاتورة الضريبية تم إصدارها قبل 11 مايو 2020. طيب هنا القاعدة أو مثال ثاني على نفس القاعدة، تم التعاقد مع شركة صيانة لمنزل لمدة 5 سنين في تاريخ 15 إبريل 2020، وتم إصدار الفاتورة بكامل المبلغ قد التعاقد بنسبة 5%. في حال تم إصدار الفاتورة ضريبية في تاريخ التعاقد بكامل قيمة المبلغ وتم احتساب ضريبة في الفاتورة بقيمة 5%، تخضع قيمة خدمات الصيانة المقدمة للعميل عن فترة 15 إبريل 2020 وحتى 30 يونيو 2021 بنسبة الأساسية 5%، وبداية من تاريخ 1 يوليو عام 2021 ميلادي تخضع باقي قيمة الخدمات الصيانة الواردة في الفاتورة الضريبية بنسبة 15%، ويجب على المورد إصدار فاتورة إضافية للعميل بفارق الضريبة المستحقة. طيب هنا بالنسبة للفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، إذا تم إصدار فواتير ضريبية عن توريدات مستمرة يتم تنفيذها جزئياً قبل 30 يوليو وأيضاً جزئياً بعد تطبيق النسبة الجديدة 1 يوليو، تطبق النسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020 ونسبة 15% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو 2020. مثال، قام فرد بعمل بوليصة تأمين صحي لمدة عام من تاريخ 1 مايو 2020 مع إحدى شركات التأمين، وينص الاتفاق على أن يسدد العميل بمبلغ تأمين على دفعات شهرية، ويتم إصدار فاتورة ضريبية مستقلة عن خدمة التأمين المستحقة عن كل شهر. هنا يخضع جزء الخدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل خلال فترة من 1 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020 لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وبداية من 1 يوليو 2020 يطبق على الجزء المتبقي الخدمات الصحية المقدمة للعميل بنسبة 15% هي النسبة المعدلة الجديدة، ويتم إصدار فاتورة الخدمات الخاصة بفترة من 1 يوليو 2020 وما بعدها متضمنة الضريبة المعدلة بنسبة الجديدة 15%. طيب هنا بالنسبة لقاعدة الفاتورة الضريبية المحصورة بين تاريخ 11 مايو 2020 وتاريخ 30 يونيو 2020، إذا تم إصدار الفاتورة بعد تاريخ الإعلان، تم إعلان النسبة الجديدة في 11 مايو وتم إصدار فاتورة بعد تاريخ الإعلان، هنا تطبق الضريبة بنسبة 5% على التوريد الفعلي قبل 30 يونيو 2020 وتطبق 15% على التوريد الفعلي في 1/7 وما بعده من هذا التوريدات الفعلية. عندنا مثال هنا يوضح هذا القاعدة، تم شراء جهاز لوحي شخصي بقيمة 3000 ريال في 20 مايو 2020 وضريبته 5% 150 ريال وتم إصدار فاتورة الضريبية بكامل قيمة الجهاز في نفس التاريخ على أن يتم تسليم الجهاز في 15 يونيو، هنا راح تطبق عليها نسبة 5% لأن الإجراء أو توريد الفعلي تطبق قبل 30 يونيو 2020. طيب هنا نفس القاعدة نتكلم عن مثال ثاني، تم شراء جهاز تلفاز بقيمة 2000 ريال في 15 مايو 2020 وضريبة 5% حسب ما هو مطبق الآن 100 ريال، وتم إصدار الفاتورة الضريبية بكامل الجهاز على نفس التاريخ على أن يتم تسليم الجهاز في 5 يوليو 2020، تحتسب الضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% ليصبح مبلغ الضريبة المستحقة 300 ريال، وذلك لأن الفاتورة تم إصدارها بعد 11 مايو اللي هو تاريخ الإعلان عن النسبة الجديدة، ويجب على المورد إصدار فاتورة ضريبية بفارق الضريبة. طيب إجراءاتنا أو التعامل بالنسبة للاستيرادات الخارج المملكة، كيف يتم التعامل؟ التعامل مع الشحنات المستوردة التي تم طلبها قبل تاريخ 1 يوليو 2020 وما بعد هذا التاريخ، في مثال يوضح هذا التعامل، تم شراء هاتف ذكي في شهر إبريل 2020
عبر متجر إلكتروني من خارج المملكة وتم سداد القيمة بالكامل. ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى المملكة بعد تاريخ 1 يوليو 2020. تفرض الضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقا للنسبة الضريبية المطبقة في تاريخ الاستيراد اللي هو تاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقا لنظام الجمارك الموحد وإجراءاتها المعمول بها في المملكة. فإذا تم الاستيراد قبل تاريخ 30 يونيو تطبق نسبة 5%، وإذا تم الاستيراد في تاريخ 1/7 وما بعده سيطبق النسبة 15%. أيضا هنا في عندنا مثال على في 3 سيناريوهات للجمارك. قام فرد بشراء سيارة من أحد معارض السيارات القائمة في المملكة وتم إصدار فاتورة له بتاريخ 5 مايو 2020 وقام بدفع قيمتها بالكامل، وستم استيراد السيارة من قبل المعرض من خارج المملكة، علما بأن السيارة قد تصل إلى المملكة بعد تاريخ يوليو 2021. هنا بالنسبة لكيف التعامل المنشأة التجارية مع الاستيرادات، في حال قام معرض السيارات بإصدار فاتورة ضريبية للعميل قبل تاريخ 11 مايو 2020 عن كامل قيمة السيارة متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم استيراد السيارة وتسليمها للعميل قبل نهاية 30 يونيو، فلا يوجد إشكال، الاستيرادات 5% وأيضا المبيعات للمعرض السيارات 5%. السيناريو الثاني، إذا تم استيراد السيارة في أو بعد 1 يوليو وتم تسليمها للعميل قبل وتسليمها للعميل قبل نهاية 30 يونيو 2021، فتحتسب الضريبة على السيارة بالجمارك للمستورد اللي هو معرض السيارات وفقا للنسبة المطبقة اللي هو 15% من تاريخ 1/7 ومطبقة في المملكة، وتحتسب الضريبة على التوريد المعرض يورد هذه الضريبة إلى العميل بنسبة 5%. ما أحقية تاريخ التوريد للعميل؟ هذا بالنسبة للإجراءات اللي الجمارك على تاريخ الاستيراد إذا كان قبل 30 يونيو 5% نعتذر على الخلل الفني، في مشكلة عند الأستاذ عبد الله، دقائق ونكون معاكم إن شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. وين وصلنا احنا؟ شو طلعني البرنامج من ال لين عند الجمارك. طيب. وما بعد هي. هذا التاريخ سيف كيف يتم احتساب الضريبة؟ نعم. بالنسبة لل 30 يونيو هو آخر تاريخ لتطبيق نسبة 5%، وواحد سبعة هو تاريخ التطبيق 15%. في مثالين هنا تطبق لها. إذا تم شراء هاتف ذكي في شهر أبريل 2020 عبر متجر إلكتروني من خارج المملكة وتم سداد قيمة بكامل، ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى المملكة بعد تاريخ 1 يوليو 2020، تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقا للنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الفسح، ممتاز، اللي هو تاريخ المحدد لتحقيق واقعة الاستيراد ضريبة القيمة المضافة، وواحد سبعة فيكون ضريبة 15%. هنا المثال على هاتف ذكي شراءه في إبريل خارج المملكة، وصل الشحنة إلى المملكة في 1/7، تفرض الضريبة 15% بالنسبة المعدلة. بالنسبة للمثال الثاني، قام فرد بشراء سيارة من أحد معارض السيارات القائمة في المملكة وتم إصدار فاتورة له بتاريخ 5 مايو 2020 وقام بدفع قيمتها بالكامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل نشكر الأستاذ عبد الله في خلل فني، بس بنكمل من النقطة اللي توقف منها الأستاذ عبد الله. بالنسبة توقفنا عند كيف يتم التعامل مع العقود المبرمة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للجمارك والشحنات المستوردة التي تم طلبها قبل تاريخ 1 يوليو 2020. مثال: تم شراء هاتف في إبريل 2020 عبر متجر إلكتروني من خارج المملكة، وتم سداد قيمته بالكامل، ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى المملكة بعد تاريخ 1 يوليو 2020. هنا ننظر إلى تاريخ التوريد، فالشحنة وصلت بعد تاريخ 1 يوليو 2020، إذن تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع في تاريخ الاستيراد. فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020، إذن تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%. أيضا كيف يتم إذا قام فرد بشراء سيارة من أحد معارض السيارات القائمة في المملكة العربية السعودية، وتم إصدار فاتورة له بتاريخ 5 مايو 2020 ميلادي، وقام بدفع قيمتها بالكامل، وسيتم استيراد السيارة من قبل المعرض من خارج المملكة، علما بأن السيارة قد تصل إلى المملكة بعد تاريخ يوليو 2020. هنا ننظر إلى أيضا تاريخ التوريد، تم إصدار فاتورة ضريبية له قبل تاريخ 11 مايو هنا، وتم استيراد السيارة وتسليمها قبل نهاية 30 يونيو. إذا في التوريد تم قبل تاريخ نفاذ النسبة الجديدة، تحتسب الضريبة المستحقة بنسبة 5%. إذا تم استيراد السيارة في أو بعد 1 يوليو 2020 وتسليمها للعميل قبل نهاية 30 يونيو 2021، فتحتسب الضريبة على السيارة بالجمارك المستورد وفقاً للنسبة المطبقة في تاريخ الاستيراد وقدرها 15%، وتحتسب الضريبة على التوريد من المعرض إلى العميل بنسبة 5% مع حقية المعرض في استرداد الفارق المسدد بالجمارك من خلال إقراراته الدورية لدى الهيئة. أما إذا تم تسليم السيارة للعميل بعد تاريخ 30 يونيو 2021، فتحتسب الضريبة على التوريد من المعرض إلى العميل بنسبة 15%. ويجب على المعرض إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد للعميل. هذا ملخص دليل الأحكام الانتقالية باللغة العربية، بإمكانكم الاطلاع عليه من خلال قنوات الاتصال لدى هيئة الزكاة والدخل، وهذا دليل الأحكام الانتقالية باللغة الإنجليزية. والأسئلة الشائعة: في حال رغبتكم بالاطلاع على الأسئلة الشائعة، يوجد لدينا العديد من أسئلة المكلفين الشائعة. بإمكاننا أن نلخص أغلب أسئلة المكلفين في ثلاثة نقاط، اللي هو يعني أغلب أسئلة المكلفين كانت تدور حول ما هو الشيء الذي نطبق، ما هو الفواتير التي نطبق عليها نسبة 5% بعد تاريخ النفاذ. بإمكاننا نلخصها في ثلاثة نقاط، اللي هي فواتير صادرة عن عقود وقعت مع جهة حكومية أو مع عميل يحق له خصم كامل المدخلات، فواتير صادرة عن توريدات فعلية تمت قبل 1/7/2020، وأيضا بالنسبة للتوريدات التي كانت بعد 1/7 ونستطيع أن نطبق عليها نسبة 5%، هي توريدات تم أصدرت فاتورة لها قبل تاريخ الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة. بإمكاننا بس شوي بس بإمكاننا الآن أن نتكلم عن أهم الأسئلة الشائعة التي طرحوها المكلفين في هذه ورشة العمل أو الورشات السابقة. بعض من الأسئلة التي وردتنا، اللي هو لو
قمت بعمل توريد خاضع للضريبة بشهر يونيو، وتم إصدار الفاتورة عن ذلك التوريد بشهر يوليو 2020، هل تطبق نسبة 5% أم 15%؟ طالما أن التوريد تم فعلياً قبل تاريخ سريان نسبة الضريبة المعدلة 15%، فتحتسب الضريبة في الفاتورة الضريبية الخاصة بالتوريد بالنسبة المطبقة في وقت التوريد 5%، ويجب أن تتضمن الفاتورة الإشارة إلى تاريخ التوريد الفعلي وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وفقاً لما هو محدد في المادة 53 من اللائحة التنفيذية. سؤال آخر، هل سوف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 أم 15% في حال تم سداد الرسوم للمدارس قبل 1 يوليو 2020، علماً بأن بداية العام الدراسي ستكون بعد هذا التاريخ؟ في حال تم إصدار فاتورة ضريبية للعميل بقيمة الرسوم المدرسية قبل تاريخ 11 مايو 2020 متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، فيتم احتساب الضريبة على الخدمات التعليمية الخاضعة للضريبة بنسبة 5% حتى نهاية الفترة المحددة أو تاريخ 30 يونيو 2021. أيضا من الأسئلة الشائعة التي تكرر السؤال عنها، في حال لو قام العميل بشراء سيارة بنظام الإجارة المنتهي بالتمليك وأيضا أقوم بسداد أقساط دورية، هل تتضمن الأقساط الدورية ضريبة القيمة المضافة بعد التعديل؟ نستطيع أن نقول أن شراء السلع بنظام الإجارة أو المرابحة الإسلامية أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك يعد بمثابة توريد واحد للسلع تم في تاريخ نقل الملكية، وتستحق الضريبة فيه في تاريخ ذلك التوريد. يعني إذا كان قبل التوريد تم قبل 1/7 فنطبق نسبة 5%، وبعد 1/7 راح نطبق نسبة المعدلة. في حال تم الاتفاق على شراء عقار وتم الاتفاق على قيمته مع البائع وتم سداد جزء من ثمن البيع ولكن الإفراغ سيتم بعد تاريخ 1 يوليو 2020، هل يخضع الشراء لخمسة أم 15%؟ يعد توريد العقار بمثابة توريد السلع خاضع الضريبة بالنسبة الأساسية، وتاريخ التوريد هو تاريخ نقل ملكية العقار أو حق التصرف به كمالك. يوجد مشروع مع جهة حكومية تم ترسيته علينا ويتضمن احتساب ضريبة القيمة المضافة بخمسة بالمئة، ومن المتوقع إبرام التعاقد خلال شهر يوليو 2020. ما هي المعالجة الصحيحة للتوريدات؟ بالنسبة للعقود المبرمة أو التي تم ترسيتها بين شخص خاضع الضريبة وجهة حكومية قبل تاريخ 11 مايو 2020، يمكن المورد احتساب التوريدات الخاضعة الضريبة والتي تتم بموجبها بالنسبة الأساسية 5% حتى تاريخ نهاية العقد أو تجديده أو حتى 30 يونيو 2021. تم إصدار فاتورة واستلام دفعة مقدمة من عميل غير مسجل بالضريبة لشراء سيارة بتاريخ 15 مايو 2020، والتسليم سوف يكون بتاريخ 20/7/2020، فما هي نسبة الضريبة التي تنطبق على هذا التوريد؟ تطبق 5% على الدفعة المقدمة وقت التحصيل ثم يتم توريدها للهيئة، ومن ثم تصدر فاتورة متممة على الدفعة المقدمة، و15% على باقي قيمة التوريد وقت التوريد الفعلي. هنا أحب أنوه أنه هناك أسئلة متعددة عن الدفعة المقدمة، فالدفعة المقدمة تتبع للتوريد، يعني بعد 1/7 أنت تنظر إلى تاريخ التوريد الفعلي لكي تحدد أن بعد تاريخ الإعلان تنظر إلى تاريخ التوريد الفعلي لكي تحدد المعاملة. فالدفعة المقدمة إذا كانت تتعلق بتوريد يتعلق بنسبة 15%، تخضع الدفعة المقدمة لنسبة 15%. إذا كانت الدفعة المقدمة تتعلق بتوريد بنسبة 5%، إذن الدفعة المقدمة تستمر بنسبة 5%. عندما يتم بيع سلعة خلال يونيو 2020 بالنسبة الحالية ضريبة القيمة المضافة، ما أحقية الاستبدال لمدة 30 يوماً؟ هل يتم احتساب نسبة 5% أو 15% في حال تم الاستبدال بعد 1/7؟ هنا نعامل التوريدين كتوريدين منفصلين، التوريد الأول 5%، أما الاستبدال يعامل كتوريد مستقل بضريبة 15%.
هذا بالنسبة للأسئلة اللي عندي. في حال وجود أسئلة إضافية من عندكم تحبون؟ الله يعطيكم العافية وما قصرتوا، وشكرا لحضوركم وللمعلومات، أكيد بتفيد رواد ورائدات الأعمال، ما قصرتوا، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا على استضافتنا، شكرا للحضور، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لكم، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. يا أهل وسهلا، حياكم الله.